خلي بالك استارع استعد ثابت. هو استارع قاعد. احنا اتينا بتكليف من قيد المقاومة العميد طارق محمد عبد الله صالح حفظه الله بالمعاودة عليكم في اللواء، وننقل لكم تهاني الأخ قائد المقاومة الذي كاتب في هذا المناسبة العزيزة على قلوبنا والمحزنة أيضا في نفس الوقت. عزيزة علينا من حيث أنه كمسلمي، ومحزنة على أيضا أنه إحنا نعيد بعيد عن بلادنا، وللأسف الشديد بسبب يعني عدم صحوة الناس، صحوة المجتمع. اليوم راضخين الآن تحت حكم شلة قطاع طرق، يعني كانوا أبانا وأجدادنا يحكولنا على الإمامة، كان الإمام أرحم منهم. على ما بنشوف الأعمال حقهم هذه، المعارك على أشدها في مارب. نتمنى لهم النصر إن شاء الله. أرحب بالعميد المناضل زايد الأول الرازي مريح والمؤسس والمؤسس للمقاومة الوطنية، من أحد المؤسسين لها، ويعتبر العميد أحمد سيف فاضل أبا الروحية للمقاومة الوطنية جميع. نرحب في مواقع الشرف والبطولة بين أبنائه وزملائه، فألف ترحيب في قطاع مدينة الدريهمي، ومرحبا به ومن رافده بالروح بالدم نبكي دائما تحيا المريه.